عن الأخبار المحلية والعالمية، خلينا نبلش بأخبار دوري كرة السلة. وأهلي حلب يتغلب على حطين بفارق 26 نقطة، المباراة اللي انتهت بنتيجة 78 مقابل 52 بالجولة الخامسة من منافسات بطولة دوري أندية الدرجة الأولى بكرة السلة. خبرنا الثاني، الفارسة السورية آيا حمشو أحرزت المركز الأول لنهائي فئة الناشئين ببطولة كأس رئيس دولة الإمارات المقامة حاليا على ميادين فروسية القفز في أبوظبي. رح ننتقل من الأخبار المحلية للأخبار العالمية، وكريم بنزيما وتوني كروس يقودان ريال مدريد إلى فوز مهم على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الإسباني. أيضا برشلونة فاز بهدف بيدري على خيتافي بالجولة 18 كمان من منافسات الدوري الإسباني. بخبرنا الأخير وبقمة الإثارة والمتعة اللي جمعت أرسنال مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، انتهت بفوز أرسنال بثلاث أهداف لهدفين ليواصل أرسنال انفراده بصدارة البريمير ليج بخمسين نقطة وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي اللي بدوره فاز على ويلفرهامبتون بثلاث أهداف نظيفة. طبعا ريم، هذا الأسبوع كان أسبوع رياضي بامتياز، شفنا صحيح. فيه مجموعة مباريات، إن كان عم نشوف الرياضات الغير الفردية. كرة القدم يعني عم نشوف كرة السلة عم يلعب الدوري وعم نشوف نتائج مميزة. إن كان من نادي تشرين اللي فاز على الوسبة بالجولة الحالية بفارق نقطة، شفنا أيضا بطولة كرة الطائرة للبراعم والواعدين اللي أقيمت بالمدينة الرياضية، وكلهم كانوا بطولات. يعني نحن بنتمنى دائما كل الألعاب تكون بألق وتميز صحيح. إن كان بمحافظتنا وباقي ربوع الوطن الحبيب. طبعا كمان خلينا نحكي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي، هو يعني لاعب أسطوري هالدوري، لحد هلأ مسجل مجموعة كبيرة من الأهداف بوقت قياسي خلينا نقول. وهيك كانت أخبارنا الرياضية لليوم. يعطيك العافية أحمد على هيدي الأخبار ومتابعتك سواء كان للمحلية وللعالمية بما يخص الرياضة. شكرا جزيلا لك، وأكيد الأسبوع القادم رح نكون معك بالفقرة الرياضية. شكرا أحمد.